2015 واحد من الأطباء أعلن إنه عندي شلل في واحد من الأوتار الصوتية في الوتر اليساري وأنا ما عادش بقدر أغني. كانت صدمة كتير صعبة. أكتر كتير مما لما عرفت إن أنا مريضة بالسرطان، لأنه حسيت كل حياتي رح توقف. بعدين قلت أوكي، يعني أنا فقدت صوتي بس لازم ألاقي طريقة كيف أكمل. الوتر الأخير.